إسلام فهو في الأصل استسلام لله. هذا الاستسلام لله يترتب عليه أن الله تعالى يسرح لنا ويضع لنا منهج كله رحمة، رحمة للذين أسلموا واستسلموا لله. ربما الذين استسلموا لله وخضعوا هيعيشوا حياة سعيدة. من الذي يضع المنهج للحياة السعيدة؟ الله. لكننا بعد أن آمنا وصدقنا في الإيمان، الإيمان ده دفعنا إلى أن نتعلم واجباتنا الاجتماعية حتى نحل كل مشكلة. ليه؟ لأن أول الواجبات الاجتماعية أولها الله سبحانه وتعالى يقول فيها إنما المؤمنون إخوة، فكل مؤمن أخو للمؤمن الآخر. المؤمن الموجود في السن أخو المؤمن الموجود في مصر، الموجود في كندا أخو له. ولذلك لما تمر إنسان في الظهر أول ما واحد يروح أوروبا أو يروح حتى لما رحنا كندا بدأنا نسأل فين المسلمين اللي هم؟ لما كان الواحد يعثر على مجموعة من المسلمين كأنه يعني عثر على صنف، لا يعني كلمته لا تقطع لأنه وجد مسلما. مع أن بعض المسلمين اللي برا بنلاقيهم مسلمين عرة بس، يعني مسلم لنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة، مسلم غير ملتزم السلوك بالواجبات الإسلامية، مسلم ومسلم في الإسلام إلا أن شهادة بالحال مسلم وبس. لكن برضه كنا بنحبهم ونلتحمهم، فتجد الأخوة الإيمانية دي ليست بعد الإيمان، ليس فضلا تتفضل أنت به، بل هو فرض فرضه الله عليك. إلا أن فرض يشترك فيه شعور المجدد. يعني إيه؟ يعني أنا شوف العالم كله حين قلت الله ربي العالم كله هيحارب، وهيحارب أخاك المؤمن، هيحارب أخوك المؤمن. وهو ياسر عرفات كان لما راح قدام معودك هو الماكر على مقتل إسحاق رابين، محدش رحم دمعته ولا كبرها ولا احترامها. لأن بعد كده اليهود يهودي والمصري مصري، كل منهم إن يسلموا إن يسلموا الإرهابيين وإن تخرب بيتهم ودخلهم الصندوق. معناها إيه؟ يستلم للشباب المسلم اللي عنده ولا يبقى الا الشباب النازل النائع والبنات العراية والفجور والفسوق، العيال اللي بنعرف نشغل نسخرهم ونعمل منهم جواسيس يحسبنا ويتأنى تذبح دول وتدخلهم السوق. يعني انا اختلف معاك وما فيش حاجة اسمها ثلاثة. ياسر عرفات أكثر واحد يدرك نتائج اليهود، طلع موقف راجل جدا وراح جامع الجماعات الإسلامية، جامعهم مع منظمة التحرير وعمل من كل وحدة وطنية.
وإسرائيل تصرخ وتلطم وتنزل وتقول تبعث مبلغ كالدرايب كالفلسطة الطين اليهودية وزارة الخارجية الأمريكية نجيب دلوقتي جاية تعمل ايه؟ بل طيروه هي ناس هي يهودية الوزارة فيها خمسة يهود وكان وزير الدفاع يهود وزير الخارجية يهود وزارة الخارجية يهودية دي ناس اما نجيبها رايح جاي يهودي مفيش حد اذا المسألة يهود بتساعد يهود وده موضوع مفروغ منه يبقى رجعنا اسمه لم ينسب يكون عدو السلف بس رجعت تدور عليه في اي بلد عربي اي واحد اي واحد يبيع فرد واحد من شعبه اي واحد يبيع بنت من شعبه يبيع طراس طلاس من شعبه يعرف انه لا يصلح ان يكون وطنيا وثاني يوم هيحتاج له ويقول له ارجوك ابوس رجلك انا عايز احارب وانت اللي بتحارب من سنه فلا بد ارجوك تعالى والان ده اللي بيعمله النهارده يا رجع الطيار وفاهم الناس دول تاني وبدأ أنا متأكد إن رئيس حسن مبارك له يد كبيرة في العمليات اللي بتحصل دلوقتي على شان تجميع الصف وتوحيده عشان يبقى كلهم يد واحدة ما يتقالش بس ياخدوه كان من وراه داوود من وراه ما عارفينه الحمد لله أنا دايما أقول كل بينظر لمصر مصر وقفت بصلابة في أي قضية كل العرب مفيش عرب يقدر يخترق السد ويسيب مصر ويخش ويعمل عمليه صغيره دايما مصر يقصد بصلابه الكل يقف وراها راغبا او كارها يا برزاي يا غصب عنه الحمد لله الموقف المصري مساوس الى ابعد حد اذا ادخل شعرنا بالاخوه الاخوه دي اساس عندنا اساس في الاسلام اخوك ده اخوك في الوطن اخوك في الايمان اخوك في المثل اخوك في النعم اخوك في الحياه المشتركه بينكم وبين بعضكم حد يستغنى عن الثاني اطلاقا على كل كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يبقاش مؤمن احنا قلنا ان الايمان دايما هو اللي بيربط الانسان بالله فهنا قضية الايمان دخلت في قضية التصوف ما تبقاش مؤمن اذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك طيب فدلوقتي من النقاش ده انا لما احب اخويا اتجسس عليه لا أغتابه؟ لا. أخونه؟ لا. أظلمه؟ ضربه؟ لا. أفتري عليه؟ لا. عشان كده تجد بعد ما قال القرآن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أعطى واجبات ونهانا عن أشياء كلها من اجل الحفاظ على وحدة الصف الاسلامي يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فلا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم فلا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالفاظ تلك الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يكن فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن حتى الظن بالمسلم انت تقعد تخيل كده الراجل ده راجل شرير اخو ابن عمي ده ما بيحبنيش كثير اخويا ده عايز يخرب بيت خد بالك قلت مين في اقرب الناس ليك تلقينا كده احنا بنعمل كده
أخويا عايز يخرج فيه، ابن عمي عايز يخرج فيه، هو وين الكبت إيه؟ ده بيحسبنا اللي احنا فيه، ده سايق على كان عندنا قرشين متغاف منا لأنه ما عندوش قرشين زينا، وإحنا لأننا بنعبد المال مفكر إن ما عندوش مال قاعد مش لاقي إله يعبده، يبقى قاعد في عصرته يعني، من خدمتنا. ما نعرفش إن الإنسان المليء بالإيمان لما بيشوف الدنيا وزنتها بيضربها 60 جسمة لأنها أنت لا تسكنين يكفيني منك ما يكفيني يكفيني منك ما يكفي ما يكفيني في يوم أما غدا فما أمره عند ربي لا أفتن بك والأداة بيبقى ده المؤمن يبقى أما بكل واحد مؤمن ما بيستنسوا بالدنيا أما أسرى يقول أخويا حاسبني ابن عم ظالمني والثاني عاوز وفلوسه تنقل حتى طلع عندنا أمثلة من أسوأ الأمثلة لم توجد إلا في الشعوب العربية الأقارب كالعقارب تجتنبه فلما الأقارب كالعقارب تجتنبه يبقى الأجانب كالحبايب تحتسبهم روح احتسبهم مش بقول لك مش بقول لك مسلمين عره احنا مسلمين احنا ده كان بيطلعك من بيته ياكلها لكله كان اللي معاه درهم في عهد الصحابه انما عبد الله بن عمر يقول ما كان احدنا يرى نفسه احق بديناره ودرهمه من اخيه اللي معاه دينار ولا درهم لا يرى انه احق بالدرهم ده من اخيه المسلم ما يرى ان الدرهم ده شركه بينه وبين اخوه وان الدينار شركه بينه وبين اخوه وان الحياه اللي بيعيشوها حياه الايمان خلتهم وان اكل اوراق الصدق او انتقصوا الميا وانتقصونه يستحلبون ميا البلح وبيت ما فيه صبر وتلاقينه ومع ذلك يأذن المؤذن الله أكبر في الصلاة الله أكبر في الجهاد الله أكبر في السجود الله أكبر ما تأخر أحد عن واجبه يبقى الدنيا ما كانش لها تأثير عليه البطالة بقى في الكواب دي بتشغلون الناس هم بيبصوا لا انت بتبصلهم ليه مع انك بصير قتلان بينك بعدم غريبة اوي عرفت ما شفتوش واحد بيدق مسمار في حيطه فلما يقفنا نجي نجم بناء على ذلك السنه نجد ان الاسلام بوحدنا بالاصول وبيجعلها كريمه اي كريمه يعني المسلم له حقوق مفروضه على المسلم بحسبوها قوي دي لان احنا جايين لها فنمره واحده من المسلم قال الحقوق دي مش مبنيه على قوانين وبس قوانين جافه لا دي مبنيه على عواقب بين المسلمين العواقب دي اساسها عاطفه الحب اللي قالها لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب له مش كده يا رب وقال كده وهل الدين الا الحب والبغض وجاء في الحديث الصحيح ايضا من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وجاء في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه وعرفنا انه يوم القيامه ينظر اهل المحشر الى اعلى فيجدون مدن عالية جدا مليئة بكل ما في الجنة
فيقولون لمن هذه المدن يا رب؟ فتقول الملائكة هذه المدن من قوم تحادوا في الله وتلاقوا وهم من قبائل سبت، يعني من جهات متعددة. واحد جالك مستر اي على البحيرة على الغربية على المنطقية، كل دول اخر تتقابل مع الاخر مثل الاخر كلهم بيحب بعض ويزور بعض لله ويجلس بعض لله ويتعاون لله. الحب هنا والعاطفة دي بسم الله ولا بسم ضياع من الجماعات؟ بس تقول لي بقى انت وقعت الغلطة كبيرة جدا، انت في الجماعة السلفية وعمك الشيخ من الجماعة الدعوة وعمك الشيخ من الجمعية الشرعية وعمك الشيخ من انصار السنة وعمك الشيخ من الاخوان وعمك الشيخ من هنا، كل جماعة تعتبر نفسها اسلامية وحدها يحب بعض ويساعد بعض ويعاون بعض، وباقي المسلمين في 60,000 داهية، يبقى ده اسلام؟ هتقول لي لا احنا مش كده. اتحداك لو جبتني دليل انك ما انتش كده، كله كده. اذا الغلط كبير، لان اللي جمعنا لا اله الا الله محمد رسول الله، ربنا قال انما المؤمنون، ما قالش انما الجماعه الفلانيه، وكل الجماعات على طريق الخير وكلها على طريق الكتاب والسنه. مفيش واحده سهله، ما دام الامر كذلك لماذا التفوق والتحوق؟ يبقى احنا كلنا بنساعد بعض. وعلى هذا الاساس الجماعه، اي جماعه معموله فقط من اجل التنظيم، من اجل الوعظ والارشاد، من اجل الاصلاح والتربيه، من اجل العمل الخير، ان دي مزيد المجتمع، مزود المجتمع بالخير. يبقى احنا مش بننفصل عن المجتمع. انا لما ابقى جمعيه معينه عشان ادخل بالجمعيه بتاعتي في قلب المجتمع واقول لهم يا ايها المجتمع المسلم انا لكم خادم لانني اخ لكم وانا متواضع وانا مستعد ان اقوم بكل حقوقكم علي كمسلم. كده هيكمل المجتمع بالحب ويكمل بالتكافؤ ويكمل بالعدل ويكمل بالاخاء. اذا احنا عايزين، انا كنت بنادي من يوم ما كنت في السعوديه، كنت بقول عايزين جمعيه اسمها جمعية الحب والعدل والإخاء والتكافؤ، اسمها كده. لدرجة إن أول صندوق اتكون للتكافل الاجتماعي في البلاد العربية كان الصندوق اللي اتعمل في الكويت، صندوق مخصوص من اجل رعايه كل المحتاجين. اول صندوق رسمي اتعمل، بعدها بدات تنتشر. هم كتبوا ان ده اول صندوق في العالم الاسلامي، قلت لهم لا غلط، هي في العالم العربي. لان الصندوق ده اتكون سنه كامله وموجود لغايه دلوقتي يرعى اليتامى والفقراء والمساكين، اتكون سنه 1971 1971 النهارده 97 وده بقاله قد ايه؟ 27 سنة، لا 27، لأن 91 مكتوبة، 1 مكتوبة، و 97 هي أول كفرة، 700، أنت بتزور واخد أهلها من مستواك بقى تطوير. فالصورة دي ليه كده؟ لأن قلت أنا ما بقاش مسلم وأقعد في الدرس وأعمل له مجتمع وعظ وإرشاد وبكى وروح
وصلاة وتكبير وتسبيح وتحميد، ويذهب أخ ممن كان معه إلى بيته لا يجد عشاء، يأتي العيد ما يلقيش ولاده في الشتاء، تأتي المواسم ما يلقوش اللي يفرحه زي الناس اللي ما تفرح. أي إسلام ده؟ هذا ليس إسلام. إحنا عايزين نبنى فدمنا اجتمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى كلنا كل واحد منا يبحث أمور الآخرين، فأي إنسان يحتاج لابد من فعله. وما شاء الله ربنا بارك، يعني بيتصل بيا في عيد الأضحى بيقول حاطين ثلاجة اللي هي الكبيرة دي اللي تاكل الكرومة العربية الطويلة، حاطين ثلاجة علشان عاملين إعلان اللي يذبح أضحية يرميها في الثلاجة دي علشان الثلاجة يحتفل بها باللحوم ويوزعونها على بيوت المحتاجين. فبيقول لي اتصل بي اول يوم واحد من اولاد الناس قال لي النهارده الثلاجه اتحط فيها 500 ذبيحه ونرجو ان على ما يخلص الثلاثه ايام يبقى فيها اكثر من 2000 ذبيحه، ده غير اللي اتذبح واتوزع. بالله ده قال ده علشان الفقراء، وبداوا يطلعوا بره البلد. ليه اتعمل ده؟ ناس بعد احنا ما عملنا الحاجات دي بالدين بدات السعوديه تكون في لحوم ذبائح الحج، بدأ يوزعوها في الحج بس بدأ يوزعها بره. طبعا السعوديه بروح في الحج في السنه بتاعت 2 مليون. فبدات العمليه تنتشر في العالم الاسلامي او العالم العربي بالروح الطيبه. اذن هو ده الاسلام، الاسلام الاجتماعي هو الحب هو الرحمه هو التكافل هو العدل. فاذا وجدت ظالما فهو خارج على المجتمع الاسلامي، وجدت متكبر خارج على المجتمع، وجدت منافق خارج على المجتمع، وجدت جذاب يبقى خارج على المجتمع، وجدت انسان بخيل والناس من حوله وخصوصا اقاربه فقراء معدومون فهذا خارج عن المجتمع الاسلامي. وان امسك بالمفتاح وكانت علامه الزبده الثانيه خمسه كان يدوس يبعت في الحصيره الغايه او في البتاعه اللي جبت ده الغايه ما حكايه علم قوي، وحتى لو ما طلعت الجيله واحنا اشترينا الجيله. ليه؟ عشان بيصلي. ثم ربنا قال فويل للمصلين. ايه رأي الله؟ فويل للمصلين. ليه؟ لأنهم يؤمنون الصلاة يجمعوها على بعض على بعضها ويراؤون ويمنعون الماعون. يمنع الماعون يعني ايه؟ يعني يبقى عنده ما يكفي المحتاج ويعرف ان في ناس محتاجون ولا يساعده. ربنا قال ويل له. حد يفكر في كده؟ تعال وضع القران وضع عدم الاهتمام بالفقراء وضعه مع الكفر، زي ما وضع العنايه باليتامى والمساكين والفقراء وضعها مع الايمان. نحن قلنا دي. طيب عدم الاهتمام بالمساكين والفقراء وضعت مع الكفر فين؟ تعالوا معانا. ما سلككم في سقر؟ سقر دي جهنم؟ طبقه من طبقات جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى الحق عدم الاطعام مع الكفر ومع الاستهزاء بالايمان والاسلام، نخوض مع الخائضين ونكذب بيوم الدين.
يبقى ده الويل له وده اللي دخلهم القتل. إذن خد بالك لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ده يستوي على طول. إذن اللي بيصلي ولا يطعمش يبقى صلاته زي ما ربنا قال سواي من المصلين. فانت تلقي عمته يتلاقي كيف تطلع بيه في الشارع اخته ما زلت الموت هنا بلدته اخته عريانه مش عارفه تطلع بره وهو يعلم والفلوس على جيبه قد كده ومع ذلك لا يرحم ويسكن فيها ويؤذي ولو دخلت يطردها حد يقبلها لانها محتاجه ولا دخلوه عرايا مش عارفين يدخل مدارس مش عارفين يتربوا والمهر مجال عليهم وصبره المرأة طلعت أحسن من 100 راجل في الوقت ده وأنا عندي قدامها كلمة ليس النور هتلقي ستات قائمات بأمور الأولاد والأطفال والرجالة تفشلين وهربانين أو ميتين وأمامهم وإخوانهم كأنهم أموات لا وجود لهم يعني مرأة واحدة عندها 6 أولاد وحالت إحساسة ودخلت السجن عشان عندها شيخ بضرة في الغسل عنها عايزة تسعى وتجيب أي أكل لأولادها آخر ما غلبت منها قلت لها أنت ليه ما توديش الأولاد لأهلهم قالت وجدت قلت لها الأسئلة قالت لي اسم في عز الست لابسين من لبس مقطعة ومرمين بره البيت رحت الاسم بيسكت مرمين على بعض زي الفراخ متكبدين على بعض عشان يدس بعض جنب حس البيت وابوه الجوه ابوه الجوه ومعاه مرتبوه وهم مرتبوهم عندها رحمة وراس الاخر صوتها يا رب بيقولوا كده لما تكون قاسية مش ربنا يخوفها بس ربنا ينتقم منه وينتقم من كل المتقابل هو ربك يسيب حاله إذن الإسلام لابد يكون حقيقة في المجتمع وليس حقيقة في الناس بس المجد إذا لم يخرج من المجتمع رجال فيهم العدالة والرحمة والإنسانية والتكافل والتعاون والحب إذا لم يخرج المسجد هذا النوع يبقى المسجد مرباه اللي تربى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام دول هم اللي طلعوا وكانوا قادة العالم فتحوا العالم كله وملأوا العالم بالرحمة والعدالة والحب والإخاء والتعاون وكان موجود 300 واحد اسمهم أهل الصفة موجودون لطلب العلم ما بيسعوش ومع ذلك كانوا المسلمين يهتمون به الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بيناموا جنب المسجد اللي راح جنب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف مكان أهل الصفة هناك كانوا يناموا ويقوموا يحضروا الدروس ويقرأ القرآن ويعبد الله ومرهبش من تركات وكان المسلمون يعون لهم لم يتركوه فلم يسأل واحد منهم النداء بينهم ليه؟ لأن فيه إسلام على وجه الحقيقة النهارده أنت إذا مش محتاجه لكن بكره هتحتاجه ما هو برضه انت واغي الغني ايوه حضرتك عندك عربيه وعندك الثلاجه والغساله في الغزير ودنيا متقلبه كل حاجه ايوه ما هو الطريق اللي ماشيه فيه السياره بتاعتك انا اللي مسافرت العامل هيوصف ما هو اللي مسافرت الجبس اللي اترمى على ثاني بتعمل بيه تصلح بيه الارض ما هو انا اللي سيحته حتى تكونك في الطريق
ما هو انا برضو اللي جبت الشجر على كفتي وزرعت، ما هو انا اللي بروي الارض بتاعتك، ما هو انا اللي بدرس السال عشان النضافه، ما هو انا اللي برش الميه علشان الريحه تبقى حلوه عشانك، ما هو انا لو ما كنت سنه كان الشارع اتملى زباله واتملى قرف وذباب وبعور، وكل ده كان كلف، فلولا الفقراء لمات جميع الاغنياء. لان الفقير بيرضى اي شيء، يبقى انا محتاج اليه. ازاي انا اسيبه بقى واقول عليه فقير؟ هو فقير ليه؟ هو الفقير ده فقير ليه؟ هو فقير مني انا. اذا وجدت غنيا بزوار الفقراء ضائعون، الذي اضاعهم هو الاغنياء. ولذلك من شوق قالها، وقبلين سيدنا علي قالها، سيدنا علي واتقال اقوام في زكاة الفطر، قال على الاغنياء لو ان الاغنياء افردوا زكواتهم ما وجدنا فقيرا ولا عاريا. شوقي قال لهم لو صرفت الزكاة في الصلاة ما دخل أحد بيوت الله. وعلى ربنا قال لما طلعت الزكاة الصلاة بطلة، ما حدش هيخش الجنة. مش بطلة، هو مش بيطلع زكاة، أما بيطلع زكاة غضب محدود. ولو أن الناس زي ما أنت يوم قال أن ما باع الفقراء إلا بسبب بخل الأغنياء، لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم فقط كنت ممكن تلقي النعيم. النهارده عمك عبد المحسن بيطلع زكاة الناس، بكره عمك عبد الحميد بيطلع زكاة الأنس، وأنت بيطلع السعيد، بعده هتبص تلقي عمك الثاني بيطلع زكاة الفول، بعد كده الذرة جه، فممكن تلقي الناس كلها يجي موسم الناس سايلين وداخلين على بيوت الفقراء. فالاغنياء واخدين من عندهم ولكن بيودوا ايه؟ حق الله لعباد الله، وهذا الحق محرم على الغني وحلال للفقير، لدرجه ان ابن عنده راي يقول لك لو ان الاغنياء منعوا الزكاه لكان الفقراء لهم الحق ان يكون ويقوم الثور على الاغنياء ويأخذوا حقوقهم من اموالهم رغم قيودهم. طبعا ابن حزم رجل ثوري ومحدش من الفقراء قال هذا الكلام، يعني ده كلام معناه هتكون التوبه. لكن تعالى بقى، هل المال ده لحدد الغني يبقى ملك الغني ولا ملك للفقير؟ يبقى هو ظالم لمين؟ للفقير. يعني منع حق صاحب الحق وظل بيحصل. اذا هي المشكلات دي جاءت لان اسلامنا ليس اسلام حقيقي، انما هو اسلام بتاع الله خالص. ايوه بتعمل بالسلم، ايوه بس شاطر، بس انت تقعد تقفل وتقعد تخبط على البتاع الضربات عليها دي، وانت تعرف تعملها، انت ما تعرفش تعملها. المهم نحن واحد بيقول على مين؟ هو ده يجيب واحد يعملها. اذا الواقع اللي احنا فيه ان ضياع المسلمين سببه نقص الايمان او ضعف الايمان والاسلام في الفتن، ولما تبقى كل حاجه انا هقول لك خالص بالله عليك، احنا قدامنا مشكله الزواج، انا قدامنا يعني شباب كثير مش لاقي زواج، مع اني ما بقول شقق كثيره فاضي على فكره، وما بقول شقق من قصتين، وموجود مساكن شعبية بتتعمل ومجاهزة بس عايز تكملها. لو ان احنا اخترنا من بلدنا بس
من باب التجربة 100 شاب و 100 فتاة يكونوا سنهم كبر والأمام كل فتاة مع فتاة يبقى حيزوه بعض يبقى 100 شاب 100 فتاة و 100 فتاة يبقى 200 واحد ال 200 دول بقلمهم على 100 شقة وهنا هوب في ليلة ورحنا مجوزناهم في ليلة والله تبقى فرحة الصحافة تتكلم عنه والتلفزيون ممكن يجي يتكلم عنه والإذاعة تتكلم عنه وكل العالم يقول طيب فين الناس دول هيحسوا ساعتها إن لما رحنا للإسلام وتعلمنا بيه الإسلام نفع هيقول لك تبقى هو كده أنا مش عايزين إسلام إرهابي عايزين إسلام في خدمة المجتمع عبرة يعني ده خدمة المجتمع طب لما تحوله بكرة إلى إرهاب بقى أنت لكن اللي يجاوبه من حيث نفسه لكن هتبقى فرحة بالناس كبير أنا دي بدور عليها هتلاقيها عملية سهلة جدا وليست مشكلة على الإطلاق وممكن قوة النفس وممكن تنفذها على مراحل 10 مواد شهر 10 شهر الجاي 10 شهر اللي بعده في 10 شهور تبقى جايب 200 انسان من هؤلاء من الشباب والشابات الكبار السن الفقراء تبقى حلت مشكله كبيره جدا عندك طيب هذا ممكن ولا غير ممكن؟ والله ممكن مشكله جدا طب وليه احنا قاعدين؟ احنا مكتوفين ليه؟ انا مش فاهم يعني مروح مش عندكم جمعية نور الاسلام نعمل جمعية تانية نسميها جمعية رحمة الاسلام اعملها بقى احد بكار انت والحد بعد الوقت كما جمعية رحمة الاسلام نور الاسلام دي انا بتاعها كان الجوامع عايزين احنا واحدة على كل المجتمع وتبقى رحمة الاسلام ونبتدي تمام عين ومن دي حبصت دي على سن المجتمع ده حبصت الكبار كما تقول لك انا مستعد اديك مادة قد كده وبنك الاهل يقول لك مستعد اديك قد كده وبنك بيوصل ممكن يقول لك اديك قد كده وبص كل ايه الحكايه بقت حلوه اذا ممكن طب ليه ما نعملش احنا ليه مسؤولين هذا كل ذاته انا الحوامي مش قادر افهم يعني انا خايف انا يمكن ما اقدرش اعملها لو كانت حريتي الطبيعيه كنت اعملها واعمل ابوها افوت على كل الناس الاغنياء الناس الطيبين اللي انا عارفهم زي زمان لما كنا بنفوت عليهم في رمضان وفي النواحي وقال انت تقدر انت يا فلان عليك تجاوز كام فتى وفتاة ايه رأيك يقول لي انا مستعد طيب إيه لو سمحت توقع هنا والثاني انت يا فلان عليك تجاوز هيقول لك انا مستعد اجاوز اثنين والثاني هيقول لك مستعد اجاوز ثلاثة ما انا هقول له فاز هقول له انت ما عليك الا كل واحد وواحدة انت عليك تديهم 5000 جنيه وتروح لفتوحهم وتقول لهم مع السلامة ما انت عايز يا استاذ عبد الحميد في 5000 من بقى ولا ما انت عايز؟ ايه؟ اللهم بتاعتها الأمة فيه اللي موجود مش لاقيين أهل مين؟ هم لاقيين أهل هم لو لاقيين أهل كانوا من زمان جوزوا هي المسألة نهي طيب ده بالنسبة للموضوع دي نقطة جت استطرادا إذا الإسلام إنه لما بيكون في الناحية دي بيكون لها أهمية كبيرة تعالى الإسلام إحنا نتكلم عن الأسرة المسلمة أنا ليه بتكلم الأول عن الإسلام عموما لأن غير لما يبقى عندك الحد والإيه يعني عشان كده شوية هو مراته يتعاملك مراته ولا مراته؟ إن شاء الله؟ لا مش عارف عنده ولا مراته؟
ما يبقى عليك ذلك الوقت. ربنا يوفقك. تنفق الايه؟ هذا مكبر شويه. يقول لا الواحد بيكشف جدع ويطلع جدع. يدخل مكسرا ويخرج مبوجا. ليه؟ الله معانا راجل كبير بقى دلوقتي عيب ايه؟ العيب ان الواحد يعني الحاجات دي اللي يعني الحاجات الكلام الحرق ده وظنفك ده كلام فارغ غريبة جدا. يعني لما كان الرسول عليه السلام بيلاعب السيدة عائشة ويفرجها ويجري يتبعها وهي تتبع هي تتبع مرة وهي تتبعها مرة وقال لها ايجيب جدا عليه الصلاة والسلام. لما كان هو بيفرجها في المسجد ويخلي الحبس يلعب قدامها علشان يلعبوا بالشراب في قلب الجلد وهو وقت وراه. لما كان بيدخل لها العرايس علشان تلعب بهم والجواري علشان يقعدوا معاها ويغنوها كان في منهم وعمالين يغنوا يغنوا العائشه وفي بيت النبي عليه الصلاه والسلام. ثم خلقوها اول شرط لما قال ان الدار الاخره ما هي الحيوان. اسمها من عرفه هي الحياه. هي الحيوان. حيوان يعني ايه؟ يعني حياه فيها حيويه. يبقى لما نكون احنا ضفه ما فيه ضحك ولا هزار ولا بوس ولا تقبيل ولا دم ولا كده ولا كده لانه كبر ولا هو كل واحد له طريقته يا جماعة. فكل طولة ولها كيلة. ما هو الكبير بيقبل بطريقته ويهزر بطريقته وهو ومراته يقدروا يسعدوا نفسهم بطريقته. أنا مش بقول لك بتعمل حاجة معينة لكن دايما أنت تشعر بالسعادة بضفتك معاه. اللي تشعر بالسعادة وأنت وياه. لما تقعدوا تشربوا شاي سوا تشربوا قهوة سوا تشربوا حباية سوا تاكلوا شوية فول سوا وبعدين انت تحس انك انت بتقعد جنبها بتقعدها جنبك بتبقى باستمرار بتقولها الكلمة الحلوة تسلم ايدك طبيخك ده مفيش منه اكلك مفيش منه مش عارف ايه ولا بشر لكن فيه جملة فيه روح فيه حيوية مين بس قاعد كده عمال ناظر على الاكل دي وراه دي وراه هي ده اكل ده هو الاكل النهارده مش عاجبني السلطه دوت لا اللي مش عارف ايه المسقعه دي تعبانه لا اللحمه دي مش مظبوطه مش مستويه ايه اللي جرالك كده؟ انت حياتك بقت مقرفه ومتعبه وبجد وهم طول النهار طلعان عليهم عشان يدخلوا السور على حياه حضرتك عايزين يدخلوا السور على يوتيوب يعني مره هو بتعمل مره هو بتعمل كل هم الاستثمار وجوزها يكثر لها كل عملها. يبقى لما نقول الكلمه الحلوه ويبقى لما نقول لما تطلع منا البشره ويبقى لما نروح لما انت تبقى الحركه بتاعتك في بيتك تبقى حركه فيها عطف وحنان ورقه. ده المرأه وهي في منها 200 سنه في حاجه الى الرحمه والحنيه والعطف. وكل ما تقدر تبقى عايزه حنيه اكثر. كل نهار ما يسكن عليها ابنها ويسلم عليها ويبوس ايدها تبقى روحها تستنى. نهار ما يسكن عليها بنتها يقدمها وتقول لها عايزه ايه تسالي ده على سبيل اللي انت عايزاه تبقى روحها تستنى. بس تستنى بس هيقول ايه؟ لو سلمها بس ايديها ورجليها ودخل حضره المحترم مفسرا وخرج مبوجا تبقى متمثلة نسب من الحلول. ايه اللي زعلانة ليه؟ انت عارف الراجل ده دايما هو نسب عليه. الراجل ده ما بشوفوش من بس ابدا. هو بيبتسم ده لكن هي تنسى لانه عايز تشوف البسمة على طول. عايز تشوف الحياة الطويلة على طول. طب يبقى ايه اللي يخلي حياتنا حلوة؟ تعالى بقى يفكر في أفكار في الإسلام ولا متفكر؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله.
وبعدين بتعثر في يديك تنشب بالجنة والعثرات مؤمنة هيا بالتاني بالتاني بالتبر بالتاني بتبقى مريضة وتقوم تخدمه بتبقى مبتلئة وما تحبش تنشب عليك بتبقى روحة حتطلع وتقول لي محدش يقول لبوك حاجة في الموضوعات اللي طلعها غنبك سيري عشان ما تنشبك على بوك حريص عليك فبنت حريص عليها حرص على الرحمة بها حرص على أنك أنت تربط عليها تفطب عليها حرص أنك تيجي جنبها وتقعد وتقول لها أنا نسيت الزعلانة نسيت الضيقة أنتي شوفي نهار ما تكوني مبسوطة كل الدنيا بتبقى قدامك سهلة نهار ما تبقي زعلانة كل الدنيا تمشي نفسك أنا شوف ما مش عايزة تبقى مبسوطة بقى كلها كده هتاخد عليها ثواب ولا كده لكن تدخل في روحك ليه احنا حياتنا كلها شيء غفر شريف مش عارف ايه بتسوي انا قال بس اسمي لا كان من المجال الشريف حتى لحد بعد بكره قالوا الصراخ الشديد ده العنيف يبقى بتسوي فاحنا ليه حياتنا تبقى كده أنا بقول إن ده كله طلب الفراغ روحه بس لما بكل واحد مصلي لله وبيستغفر لله يرجى ربه بيرجع نفسه يوزع الرحمة على كل الناس اللي حواليه على الشارع على الجيران على في البيت على الولاد وعلى البنت على الولد على الأم على الأخت على الزوجة يرجع عليها برحمة مين ترحيم مبسوط لأن ربنا يوفقك عايز كل دول الناس يبقوا فرحانين ولما يحاول يوزع الرحمة يبقى ده يعتبر ثواب أكثر من ثواب الصلاة اللي كان بيصليها في الجامع طب حد منا فاهم الكلام ده أخويا في الحديث ترى السنة في وجه أخوك صدقة يسأل ولك أن تلقى أخاك بوجه اسمع المعروف ولك أن تلقى أخاك بوجه تلقى ولو بس تبقى وشك بشوف ليه إن وشك مكحبر ليه مبين في وشك تتركني التبريغة مجلسة اللي في البيت أنا قدامي حاجات غريبة يعني واحدة مسكة التليفون قالت هي أنا مأثرة بس لكن هم حيوني دلوقتي يسيروني مفاكر بيسك المفاكر جوز مال رامل طيب كتر خير متمسك يبقى عظيم يبقى كبير راجل ملتزم يبقى مفيش احسن من كده قالت بس الناس عليا غير هذا ليه لا تطلع ولا تقابل حد لا تستجيبي ولا تروحي لك لم تستجيبي ولا تروحي لك لا تستجيبي ولا تروحي لك لا تستجيبي ولا تروحي لك ولا تفتحي الباب لفتاة جامع ولا لبتاع المتعارف الجردور ولا لبتاع المتسع ولا ما تفتحيش الباب لحد وصيبي نفسي ده حرام انا محبوسة طب تعالى خدني ترتاح طب تعالى طلعني مرة في الاسبوع لا المرة لها البيت وبس طب يا اخي تعالى بدري شويه اقعد معايا انا من استجيبك انت ليك ثلاث حقوق بس خد بالك بقى من الفتوى الجديده ليك ثلاث حقوق بس المهم ان انا اسكنك هات وان انا اسكنك الكلاب بتاكل القطط وان انا تعالي دي حقي في الحياه الجنسيه بعد كده لا عرفتك ولا تعرفيني ولا ليس عندي اي فكره
يعني كل الحلوة المستدامة لا البذل المستدامة برضو لا يعني المفرحة المستدامة لا يعني لو قعدت جهدة كده وتبطلت عليه دي خير البرنامج هو تبقى لك الأدب فلنك الأدب هذي بيعمل كده بيعمل كده بيبقى هاي أنا ما يفاجل هاي أنا راجل حلو يا عرب أبي أنا ما هذا الكلام ده موجود في بيوت كتيرة جدا بسببها التربية العنيفة القاسية اللي تربى عليها الآباء وأبناها الأجداد تربى عليها فالأولاد لما طلعوا ما شافش يمكن كل الولد عمره ما شاف أبوه بيضحك مع أمه طب نفسه بس اللي هو بيتكلم بس اللي هو بيتكلم على بعض تطلع البنت الركبيه زي الولد والولد يركب زي الولد يا ويل من يتزوج البنت ويا ويلين من يسلمن تتزوج الولد نور جسر بيت طب جدك مؤسس ملتزم وبس انسان مسلم وبع انسان محافظ على الدين ولا خرج من الدين كله يا جماعه يا جماعه احنا غلط انا بقول احنا غلط احنا مجتمع كله غلط وده اللي غيرنا خلى حياتنا ما تبقاش حلوه ده انا اقول لكم كام مره وانا مدرس في القاهره كنت بحسب بواب في عز الشتاء قال البواب ده وانا راجع من عملي قال لي قاعد جوه ومراتي انا راجع الساعه 2 او 3 قاعد جوه ومراتي بعد ما اتغدوا مولعين يا دور الجهاز وحاطين عليهم البواب وبيصابوا ازاي وقاعدين يضحكوا مع بعض الراجل ده ساكن فين ساكن في حته تحت السلم عرضها متر وطولها مترين يعني لما يتقسم هو ومراته يبقى قصدهم العيال واخدين لهم حته جنب كده زي القص ومرقبينهم فيها تبص تلاقي الراجل سعيد والحوضه سعيده وعمالين يضحكوا مع بعض وانا خايف ابوهم يضحكوا وانا راجع ابوهم يضحكوا فصرت لا احكيها للناس انا من دون السعداء دون التأديب سعادة الحق لكن الحياة الجافة مثلهم سعادة على سنة كده أنا هتكلم عن الأسرة المسلمة وماذا فعل لها الإسلام لنعرف جمال الإسلام وكماله في هذه الموضوعات إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله